لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض. في رواية أبي داود إن الله زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وفي رواية أبي داود فأريت مشارقها ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال أعطيت، من المعطى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهل أعطي الكنزين وفتحت بلاد فارس والروم في عهده؟ ما فتح منها، فكيف يعطى الكنزين؟ الجواب أن ما أعطيته أمته يعد إعطاء له عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد ما ذكرته آنفا. الجملة الأولى وإن أمتي، قال أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ولم يقل وأعطيت أمتي، قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال في الجملة الأولى وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. فقال في الجملة الأولى أمتي، وقال في الجملة الثانية أعطيت. والإعطاء هنا في الجملة الثانية لمن؟ له أم لأمته؟ لأمته. فدل على أن الجملة الثانية داخلة في الجملة الأولى، لأن المعطى في كلتا الحالتين من؟ الأمة.